لأولئك المهتمين بالطبيعة تستحق حديقة أواش الوطنية في إثيوبيا أيضا منعطفا مع وجود بركان فانتالي في منتصف. وهنا يمكنك الاستمتاع بمناظر الطبيعية الخلابة التي تمنح العديد من الحيوانات المنزلا. حديقة أواش الوطنية في إثيوبيا هي إحدى مناطق الجذب السياحي المهمة في البلاد بما تتضمن مما ينابع السخينة وشلالات وبراكين وحيوانات البرية، ما يجعلها مكانا فريدا للرحلات السياحية ورياضة التجديف بالقوارب. تقع حديقة على بعد نحو 225 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا وسميت باسم نهر أواش أحد أنهار الرئيسية في إثيوبيا، والتي تأسست في عام 1966 وهي من مواقع التراث العالمي لليونسكو. وتمتد حديقة على مساحة 827 كيلومتر مربعا وتقع على ارتفاع 900 متر، ويوجد في وسطها بركان فانتالي الخامل الذي يصل ارتفاعه إلى 2007 متر وبعمق 305 متر. ويعتقد الباحثون أن ثوران البركان الأخير حدث في حوالي عام 1810. تم إدراج نهر أواش في إثيوبيا كموقع تراث عالمي منذ عام 1980 بفضل اكتشافات الحفرية في عام 1974، وتم العثور على أجزاء من الهيكل العظمي للوسي الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك تم العثور هنا على بقايا كائنات بشرية سابقة للإنسان والتي يبلغ عمرها حوالي 3 إلى 4 ملايين سنة بفضل اكتشافات بقرب من نهر أواش. واعتبرت إثيوبيا مهد الإنسانية، تصل درجة الحرارة في الحديقة إلى 43 درجة مئوية، في حين إلى أن الليالي أكثر برودة مع درجات الحرارة تتراوح بين 10 إلى 22 درجة مئوية، ويبلغ متوسط هطول الأمطار في الحديقة نحو 620 مليلتر. الحياة البرية في حديقة الأواش الوطنية تعكس طبيعتها الجافة، حيث توجد ثدييات مثل غزلان وقرد البابون والخنازير البرية، كما يوجد في غرب بركان فانتالي الفهود والحمير الوحشية، وفي شمال الحديقة حيث تكون المياه أكثر برودة في أنهار، وتوجد التماسح وأفراس النهر وسلاحف الكبيرة. وتضم الحديقة نحو 450 نوعا من الطيور مثل نقار الخشب وطائر الزرزور والغراب وأبو منجل وأكل النحل القرموزي. وعلى طول ممر نهر أواش في جنوب حديقة تظهر الشلالات الرائعة التي يتم استغلالها في تنظيم رحلات التجديف بالقوارب، كما يوجد نزل الرئيس والعديد من البيوت المتنقلة المريحة بالإضافة إلى مطاعم وحمامات السباحة.